لا تمام شوي ماما بعد شوي بس بدي اجيب الزيت بعد شوي مش يلا ليش احد يلعب معي انا تتركوني انت هيك شديدي الله 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 حبيبي بابي شكلك جوعا خلاص خلاص عول ماما الطعميك ماما بابي شكلك جوعا عن جد؟ يا ماما انا بلتهية بالطبخ ما فيني هلا طعمي خلص بعد شوي بطعمي او روح قول للبابا يطعمي ماشي؟ يلا روح روح بابا بابا لا مطول شوي والله بابا شوفي حبيبي شوفي بابا شكلي جوعان بابا ما شكلي عم بحكي على التليفون شوي بخلص شوفوا يلا حبيبي بابي ماما بابا اساوي لك ولا كل ولا دي بالك عليك انت تساوي لك يعني ايش تهتم فيه غلطنا وغلطنا ما هنيدي غلطنا شكلك عبتنا انا يا حبيبي اول ماما هدي لك حفوضة يلا استدعنا اطوي حبيبي بدك معي والله حلو المسلسل اي والله انا كتير عجبني ماما بابا شوفي حبيبي شوفي شبك بتدرقد ومحموق شبك ماما ماما شكلها بلعبك نونا عن جد؟ ايه ماما هدي حفظها امي ما بدي هلا عم تفرج على المسلسل يا قوم انت يا بابا غير له تركينا عم تفرج على المسلسل هلا عدت يا يلا ماما شوي بيخلص ومنجي نغير له تمام؟ دمتك يا ام هديده لك شوي بس خمس دقايق بيخلص المسلسل بقوم ما بيصير له شيء لا تخاف تحفظنا عليك شو خاف سلام عليكم انت شو دخلك ليش كتير محموق عليك ليش عم تهتم في بابي حرام لك شلون ما عم نهتم فيه لك مين بيطعميه مين بغيره الحفوضة مين بيلعبه نحنا انا انت بتعمل هدول انا بتصعوي لياها طب انت ما تاكل هم البابي روح انت على الروضة ومالك فيه انا بدير بالي عليه مو اذا خليتك تساعدني معناته انت عم تعمل له كل هالشغلات يلا روح انت على روضتك وما ما ما تتدخل تن 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 بابا جاب لي بالون يا عيني يا عيني حبيبي يا زكريا يا زكزوك نحن ما عم نهتم فيك وما عم نلعبك وما عم نحبك هيك دنيا زعميون بعرف انه انت احلى بيبي بالدنيا وكثير بنحبك نحن صحيح شو قصته هالدنيز هيك عم يقول ما بعرف على ما بتهتموا فيه وقومي غيري له قومي طعمي شو والله بعرف غريب شو قصته هاد مفكر اذا خليته يساعدني وهذا بصير هو اللي عم يهتم فيه انا ما عم اهتم فيه يمكن هيك مفكر يا عمري هذا قد ما بحبه هيك طيب شو رايك نعمل بدنيز مقلب مقلب شو مقلب نهتم بالبيبي ايه ونطنشه له شو رأيك؟ شوف شو ردة فعله إذا اهتمينا بس بالبابي وهو طنشنا ماشي فكرة كتير حلوة والله ما هو عم يقول إنه نحن ما عم نهتم بالبابي خلاص رح نصير نهتم فيه بالبابي وبنطنشه لهو ونشوف شو شو بيكون وجهة نظره ماشي شو ردة فعله نشوف شو ردة فعله يلا ماشي. خليكم معنا لآخر الفيديو لتشوفوا ردة فعل دينيز أنا بظن إنه ما رح يعصب أنت شو بتقول؟ خليكم معنا لآخر الفيديو وشوفوا ردة فعله رح تتفاجئوا كتير صح نحن رح نزعله دنيز ونسوي فيه مقلب بس رح نجيب له شغله الماركت كثير حلوه تابعوا الفيديو لاخره وتعرفوا شو هي ايش اجى دنيز ايش دنيز يلا اعطيني اعطيني هات هات سك 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 زي حالك عم تغير الحفاضه يلا 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 رح افتح له انا يلا يلا يجي تفوت فوت يلا فوت شوف ماما اهلين اهلين فوت فوت يلا الاملاء لك هلا عم نغير له البابي الحفوضه ما سامعانا عم يبكي خلص بعدين بتشوفيني الاملاء تبعيتك يا عمري يا عمري عم يبكي غير له غير له يلا 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 هدينا هيك ماما كل يوم تسال عن وظيفه لا ايش يوم هيك رح اخذ دفتر شوفي يا لك لك دنيز جاي جاي ساوي حالك مانك شايفه خالص ايش ايش كانه عامل كتير نونو اليوم ليشك شو قصته عامل كتير نونو اوف غير له حرام عم يبكي كتير يلا شوفي دنيا شوفي ليش عم تقرب لهون ما شايفنا عم غير له الحفوضه يي بدي شوفي كل ملا تمام بس هلا ما شايفنا عم نغير له البيبي فاضي لك شي هلا روح بابا هلا مو انت خلص روح بقى يي أعطيك تدهن له شوية زيت على بطنه أعطيني عم ينمغص كتير لأن طلع تمام شوي ماما بعد شوي بس بدي اجيب الزيت بعد شوي مشي هاي الزيت يلا يا الله
خلاص راح اتكلم بعدك. اوه هذا بيروح المغص كله. طول بابا ولا ما بعرف ما بعرف، تركني هلا ما شايفني يا عمري. يا بيبي ارتاح يا عمري، ها بعد ما غيرنا له ودهنا له زيت ارتاح. لك شو سلكن انت وياه؟ قوموا رجعي بكي رجعي بكي، بابا دير بالك دير بالك. يلا بابا تعال تعال تعال، هات لهم مصاصة. ايه يلا دينيس خد انت كب الحفوضة. يلا تعال تعال، ما انت على طول بتساعدني بتكبها. تعال ماشي، هات الاملاء بعدين بتشوفينا اياها. روح كب الحفوضة يلا. يلا ماما بابا صادي لنا بعدك، خلي عندي بانا عبالي بعدين شوفوا املاء. خلاص راح تروح على الشطة حفوضة. لك يا الله دينيز ما عاد طلع حسه، معقول ما شوي ما بعرف، رح روح شوفه. شوفي توكل على الله. يلا لو خطيتو غنيت بتعمل رح قول ما تعمل لي أكل، رح قول ما تعمل لي أكل. هذا جاية دينيز، جاية جاية جاية، رح أجيب لك الحليب تعمل له حليب. تمام ماشي ماشي، سك 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 سك، اصبح عليك عم تعمل له حليب. يلا 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 أنا وياك، يلا يلا رح أجيب مي سخنة كمان. يلا جيبي ماما. انت شو حبيبي؟ تجع بدنا نسوي حليب للبيبي. لك أنا والبابا عم نسوي حليب، دقيقة جوعان كتير البيبي يا عمري. يلا يلا بابا. أنا كمان جوعان، سوي الفطور شوي. بدك تستنى بدك تطول بالك، بدنا نسوي له أول شيء للبيبي لأنه كتير جوعان. هلا وقت البيبي ما شايفنا عم نسوي له كل، روح هلا بس نخلص مصحبك. يلا روح يلا استناكم. يلا يلا بابا يلا. حرام صار له زمان ما أكل، إيه كتر له إياها شوي، حرام جوعان. يلا روح يا بيبي يلا يلا. ليك ليك بابا عم يتحرك كتير شكله جاي. يلا 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 يا عمري. يلا روح يا بيبي يلا تعال. يلا يلا على الأكولة. يلا 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 أنا كتير جوعان. إيه شو نسوي لك؟ قوم طيب، في كورنفليكس بالبراد، بتعرف تعمل لحالك، قوم سوي لحالك. يي ما شايفنا عم بدنا نسوي له حليب نرضعه؟ ما شايفنا عم تعمل مع البيبي؟ روح سوي أكل لحالك، عم تعمل كل ولاد صغار. أنت صرت كبير يا ماما، صرت تعمل أكل لحالك. يلا قوم جيب كورنفليكس وحليب وساوي. يلا بس بدك قدم تاكل خطا ديك ديك ولبا زيك. ما عاد استنى انا بس نطعم البيبي ونساوي لك. يلا ما شايفنا عم نطعم البيبي ونشربه؟ اخدته يي عليه هالولد مش قد بنق. تعال نبني البيبي تعال. يلا يلا بده نم نم نم، مين بده حليب؟ يلا ليش عم تعيط؟ هلا بتخوفه؟ اديته هلا بدون اكل. ليش عم تعيط؟ ليش عم تعيط؟ بزيت اللعبة. ما عاد بدي اطعميك، خلص انت روح شوف لحالك، شوفي بالبراد وكل. عمدي دخلت علي يصلي يوم الاكل. ليك البيبي عم يبكي، بدنا نشربه. شربه يا عمري شربه شربه شربه. يلا يلا حبيبي يلا يلا يا عمري. تعال ناكل لحالي تمام يا تتبا. وين حبيبي ناكل ايه؟ يلا بدي اكل انا تتبا. تاكل هاي بسطر تعال ناكل سوا. مثلا تتبا مثلا مثلا. يلا خلصت اشبعت اشبعت انت اشبعت. يلا ماما هلا سوي هذا انا اكل انا تتبا. زي خلي يدحكيهم شوي تلعب لها نعيب هاي وهاي. رح شوف لنا دينيس شو عم يعمل بغرفته. يلا تعال نشوف شو عم يسوي. هذا ما بينترك لحاله. مثل الحياة بالكبيرة. يلا بصة دعوه ما يجيب لي اياها. دينيس جاي دينيس جاي. عن جد عن جد عن جد عن جد. تسوي حالك قالك عم تحبه وتكاغيله. ايه عم تنيمه. يلا هيجيك الحرامي بطاكي اللي من فوق. هيجيك الحرامي بديك تساعدني. عم نايم البيبي ما عمل لك؟ روح هلا بعدين بساعدك. روح جيب العابة بوصل له. روح هلا بعدين. ما عم يقول لك البابا خلص عم نايم البيبي، روح انت جيبه لحالك. ابو وصل. ليش عم تهلي صوتك؟ خلص روح روح خلص روح جيب لحالك، عم نايم البيبي.
يا عمري يا طنامي. يلا بساعدوني لك اساعد امي. ليش عم تعيط ولك؟ هلا بفيق اخوك حرام عليك. خليت البيبي يبكي، خلص بقى روح من هون. خليني اعصب. اه خليت البيبي يبكي كان نايم. انا زعلت منك واجيب لحالي. يا حرام هالمرة عصب عن جد. رح شوف عن جد رح يجيبه ولا لا. شوفي رح تسعد ما لحالي. طيب يلا عم حط كرسي لحاله. يلا يلا يوقع. يا عمري اقدر اجيبها. اي والله لا يوقع. يا بدي اجيبها لحالي. يا الله. بتعصب بقى اياك. دقدوكي دقدوكي هات الدقدوكي الغالي. بتعصب بقى اياك. اعطيك هاي السيادة حلوة. بابا. حبيبي بابا شو انت عم بلعب مع البيبي هلا وقتك؟ حرام بيبي صغير لازم نلعبه ونهتم فيه. يلا ليش احد يلعب معي؟ زعل منك. انا كثير زعلان منك يا بابا. هات انا العب البيبي. حبيبي انت ما بتعرف انا بلعب البيبي. هات لهون اعطيني اللعبه. لا تكسرها. اياها الي بدي العب انا. هاي انا جبت لها يا البيبي. اعطيني اياها. لا حبيبي هاي البيبي اتركها انا بدي العبه فيها. انت ما بتعرف تلعبه حبيبي انا بدي العبه. اعطيني خلص انا بلعبه واعمل لك. خلص بقى شو بكون عم تتقاتلوا انت وياه؟ شو بكون؟ بدي اخذ لعبه البيبي. ايه شو بدك انت بلعبه البيبي؟ بدي العب فيها. بدك تلعب فيها ليش انت بيبي؟ صار بيبي. شو هاد؟ بلشت تشتغل الغيره. صار لعب بالعاب البيبي. يا الله بابا انا يجيب لي السجاير ليش اجيب لي؟ عامله بابا. شوفي بابا شو بدك حبيبي؟ بدك تعرفني يجيب لي السياره. هلا وقتك وقت السياره هلا؟ هلا وقت تروح على الماركت ليش؟ ايه هسه بكيه. رح تعتمد الدنيا خليها لبكره. يا الله. بابا بابا شوفي شوفي لك ما ضل عنده كثير حفوضات زكريا. عن جد؟ اي والله. يلا يلا قوم نجيب قبل ما يسكر الماركت. يلا رح تسكر. يلا 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 بسرعه. يلا 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 بلحق الماركت بسرعة. يلا 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 بسرعة بسرعة. بدي تسكر الباب. بدي تسكر الباب. دخلنا دخلنا. يلا نلحق نلحق يلا. بابا بابا سيدوني هدوني تروحة تروحة تروحة. لا أنا تتركوني. ايش تتركوني؟ يس دنيس شبك دنيس. ايه نسيناك. يلا يلا جاي نجيبك. يلا نسينا دنيس. نسينا دنيس. شو يا عمو شو نسيني؟ ليه تتركتوني؟ انا زعلت منك حبيبي. نسينا والله يا ماما. نسينا يا ماما. مستعجلين بدنا الماركت اما يسكر. طيب شي معنا يلا بس بسرعه بسرعه يلا عشان نلحق الماركت بسرعه بسرعه. يلا يلا ايه محلاها ده السيارة دي حلوة. لحقول بقى جبلي منه بابا. شوفي بابا جيب لي سيارة تحكة. هلا وقتك بابا. ما بدي بجيب حفاضات البيبي بدي اجيب له حليب. ما في العاب هلا بدنا ندور على الحليب. يلا يلا قبل ما يسكر. ندور على الحليب. يلا يلا بسرعة. حفوضات حفوضات. مالك ياخذ كانديس بابا؟ لا مو معلش تاخذ كانديس حتى مكان بابا. لا وقتك وقت كانديس بجيب حفوضات وحليب. يلا حطهم. ما بالك ياخذ. لا لا رجعهم. يلا بدنا نروح نجيب حفوضات بسرعة. الله خلوا يا اخوتي زعلت منكم. وين الحفاضات؟ دور دور يلا. ما بعرف ايش عم لاقيهم. هنيك هنيك يمكن بهداك القسم. مشي مشي. ليك ليكن ليكن الحليب والحفاضات. وين وين نمرة واحد؟ يلا يلا يلا. وين نمرة واحد هاي؟ دور دور. ايه هاد نمرة واحد. الحفاضات نمرة مولفكس مولفكس جيب لهم نمرة واحد. يلا ها. يلا يلا. لك ياخذ هالسيارة. لك يا ماما هلا وقتك وقت السيارات رح رجعها. يلا بسرعة. يلا جيبوا لي الشيء زعلت منكم. يلا أخذ حليب. أخذ حليب. حفوضات. حفوضات. يلا ماشي. هيدي. يلا يلا يلا. يا تركوني. يا محلاها. شوف بابا. بابا لا بدفع حفاضات حليب. روح أنا وشي. يلا روح. يا
ماما هلا ما فاضي لك، هلا بدنا نشتري اغراضنا ونطلع. يلا روح. بابا رح اخذ دينيز انا لهي شوي، وانت اشتري له السياره اللي قلت له عليها. ماشي ماشي دينيز. دينيز روح جيب لي شو اسمه، روح جيب لي قنينة مي. يلا عطشانه بسرعه روح. يلا على ماما روح. يلا يلا بسرعه بسرعه يلا بسرعه. يلا يلا خذها 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 قبل ما يجي. خبيها 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 تحت هون هون هون. بابا انا حاسه انه البيبي كتير مالل، شو رايك ناخذه مشوار؟ اي والله فكره. وين بدنا ناخذه؟ هلا المول قريب من هون، شو رايك ناخذه على المول؟ اي والله قريب، وهو بيحب المول. دقيقتين بالدرج نوصل. ماشي. ماما بالمول اسمع بابا ماما. يلا بابا مشي نروح، نروح تمشي هيك نتدرج. يلا يلا تعال ندرج البيبي ونمشي. مشي يلا. انا عم تروح معكم. ما بدك تروح خلاص على كيفك. يلا ها ما بدي اروح على المشي. يلا انا وياك. انا استنوني حبيبي يا زكريا، انبسط بالمشوار على المول؟ السكت هيفهم عليك. ايه بيفهم علي. انت شو مشكلتك؟ ايش حاسسك متضايق؟ تهتموا فيه. نحن عم نهتم فيكم اثنيناتكم صح؟ لا تهتموا بس البابي. ما انت هيك قلت لنا انه اهتموا فيه وديروا بالكم عليه؟ هي عم دير بالنا عليه؟ ايه قلت لي وزاد دير بالك عليه. انا حابه مستاهل حبوني. ايه منحبك نحن بس بدنا ندير بالنا على البابي. نحبكم. انتوا اهل شي ديريه. انا احبكم خلي بابنكم. شو بابا؟ ما عملنا له شي. تعال رايح. تعال هون تعال هون. تعال وين رايح؟ بدكم بتروحوا. وين بدك تروح هلا بهالليالي؟ وين بدك تروح؟ رايح منكم. وين رايح؟ تعال وين رايح؟ خلص روح عني. يي وين رايح هذا؟ تعال تعال دينيز راح طلع. لك طلع طلع روح روح شوفه روح. تعال روح روح جيبه جيبه بكون صار بالشارع جيبه. تعال تعال خلص. يي بس ما يضيع يا الله. تعال يا عمري خلص خلص تعال تعال لك حياة خلص تعال فوت يا عمري. عم يبكي عم يبكي. روح شيك زعلان. تعال عندي حبيبي تعال عندي. يا عمري عم نمزح معك. هذا مقلب. هذا مقلب يا روح. عم نمزح معك. ما انت بدك يانا نهتم بالبيبي؟ هاي عم نهتم بالبيبي. هذا تهتم فيني يا عمري. نحن عم نعمل فيك مقلب. نحن نهتم فيك وبالبيبي بس انزعجنا منك لان عم تقولوا ما عم نهتم بالبيبي. أنا كتير زعلان منكم. سكر ما كاسستوا السيارة. طب شو رأيك نقول لك إنه جبنا لك مفاجأة كتير حلوة؟ أجاب بابا ماما؟ أي والله. يلا غمض عيونك. غمض عيونك. غمض لشوف. يلا قوم يا بابا جيبها. خليك مغمضها. لا تفتح. أوب شو. واحد اثنين ثلاثة. أو هاي المفاجأة. خلص يعني ما عاد تتركنا وتروح؟ أبا تتركني وحبك أنا حبك من بابا. مو حبيبي يلا تعال افتح لك السيارة. ايه يلا نجربها. يا عيني. وهي السيارة بعد ما حطينا لها البطاريات وهذا جهاز التحكم. يلا جربها دينيز نشوف. أوه كثير سريعة كثير حلوة. واو أيامك والله أيامك. اوه اي 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 تحس سفارة. وهيك بيكون خلص فيديو اليوم. طبعا الفيديو كله مقلب بدينيز، احنا كثير بنحبه ومنهتم فيه ومنهتم بزكريا. صح يا دينيز؟ ايه نهتم فيكم بالبيبي؟ ايه لبقى تقول اهتموا بالبيبي؟ ايه ماشي. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تشتركوا بالقناة، حطوا لايك. باي 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 باي. اليوتيوب رح تقدر تحضر الفيديوهين، هدول احلى فيديوهين بقناتنا، فوتوا احضروا، لا تنسوا تحطوا لنا لايكات عليهم.